يتكلم على ديوان افام على ديوان افام. اسهر مع كلام الليل، كلمنا وفرغ قلبك وشاركنا غرامك مع بولبابا بن صالح في كلام الليل من الاثنين للاربعة، من الثمانية للعشرة متاع الليل، من الثمانية للعشرة متاع الليل على ديوان افام. على ديوان افام مع بعضنا الدنيا تحلى. السلام عليكم الناس الكل، اهلا وسهلا، تتابعوا فينا وتسمعوا فينا، شكرا لكم على اختيار ديوان افام 99 تاع الليل. تليفون الاول سي كمال، تبارك الله طولنا مع ساعه غير بعضك، علاش حبينا نبدلوا شويه ريتم المزيكا برشا تولك، حبينا نبدلوا شويه ريتم مع الاغناء. تليفون اخر يخلطنا من عند خديجه، تكلم فينا من جبس. مرحبا يا خديجه، شنو احوالك؟ عليك السلامه، لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. شنو احوال جبس يا خديجه؟ لا بيه الحمد لله الحمد لله. هذاش عمرك شعر في الدنيا كنت عارفه عليك قبل؟ باي على بازي قديش؟ على بازي ناو تيس. اوتيس بيه تخدم ولا ما تخدمش؟ لا ما نخدمش، ما تخدمش كنت في بيتو ما نخدمش. اختياري ولا اضطراري اللي انت هكا حبيت ما تخدمش؟ لا جست وقتي معناه. بيه 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 تصور متعبة خدمتكم اوتيس. نعم متعبة خدمتكم، متعبة جدا، برشا من الناس يراو فيها المحويس وال هي فيها برشا تعب. عندي 25 سنة. ما زلت صغيرة؟ صغيرة. أي خديجة نسمع فيك الكلمة ليك، قل لي. وفيت حبيت نحكي على خطو السوجي اللي داير يعني تيدي كلها في الحكومة في الفيسبوك في الريزو سوسيو ايتو. انا عندي بابا حاليا موقوف، عندي تبريسك عامين ونص داخل في الثالث، عملت بد شيكات بدون رصيد، شيكات بدون رصيد. هو كان اسيرير، كان عنده زاجونس داسيرونس اجون جينيرال، واحدة في جابس واحدة في تونس. ديكو كيف سنين طويلة عمل فريد وفيك شنية مبلغ كبير يا خديجة. ايه مبلغ كبير. ايه قديش تقريبا؟ 570 مليون. قديش؟ 570 مليون. 570 فيق مخر فهمتش معتها. لا والله لا شوف اخضر لي. هو كان عنده معناتها عبيد بس تكفزوا باش يخلصوه كل شيء. ديكو هو عامل دي زونكاجمون، شيكات دخلت بعضها، فما عبيد سبت شيكات نتاعها، فما عبيد هو سب لهم شيكات نتاعها، فما عبيد ما تعرفت ليش باش الخلاص. يحبوا معناتها يخلصوا امراه اخرى، فهمت؟ دخلت بعضها الحكايه. عامل شرشي وحيت ما عندي شي ديمارين باش يخلص 570 مليون. كي تحرم شرشي كل شيء وقفوه، توقف مشي بحد وبعد دور كليك للسجن. تحكم ولا مازال؟ لا ما هوش محكوم، مازال ما تحكمش، مازال محكوم وموقوف. ومعتها عدد الشيكات كبير برشا، خاطر هو ما يمشوش بالمبلغ، يمشيو بالعدد الشيكات. عدد الشيكات اي كبير، اي كبير. معناتها كي تحسب تلقاها سنوات، فما ناس في القانون التونسي ساعات يوصل يقول لك 100 سنه محكوم راهو. والله ابوبخي معناتها عدد الشيكات وابوبخي المونتون معناها فما في دور 100 حاجه معناها 120 130 عام. انا حكيت معاك في الاوف قبل ما تتعدى معايا في الديريكت، قلت لي مش كان انا وحدي، راني معانا جماعه برشا متضررين من الحكايه هذه. قلت لي عندنا مطلب، شنو كيفاش تحبوا يتنقح القانون؟ سامحني ثم ناس، سامحني خديجه، شو كيفاش تقول لك انا شنو ذنبي؟ انا زاده كيف كيف، سامحني معناتها لازم تفهم الصوره، انا زاده كيف كيف تقلبت في فلوسي متضرر. انا سامحني معناتها راهو عطيت سلعه، سامحني خديجه خلينا نفسرلك، عطيت سلعه انت ما خلصنيش فيها، انا شنو ذنبي؟ ان انتم اليوم كان تبدلوا قانون الشيكات يولي اي انسان يستسهل، هما تو بالحبس وفما ناس ما تخلص. صحيح. شو القانون البديل اللي تطمحوا له انتم مثلا؟ القانون البديل القانون البديل مثلا انسان عنده ميراث، انسان عنده حاجه يعقلوا لها عليها، انسان عندها معناها موضوع صغير
يحل بيه شويه الشيكات اللي فيها مونطون كبار. فهمت معناه شنو فايدته هو المستفيد؟ شنو فايدته هو في الحبس كسوسوا بابا ولا الف غيره؟ يعني معناه كي نمشي للحبس ونشوف اغلبيه العباد باهي على الشيكات، يعني كل اربعه معناها نمشي نزور في بابا. فهمت اللي نحكي معاه واللي يجي يحكي معايا شنو القضيه براتيكمون ما لقيتش قضايا اجرام ولا قضايا العباد الكل براتيكمون راني شاكي شفت الشيكات. معناتها برشا صحيح هو توا حتى كي يحكيو في الفتره الاخيره برشا قضايا نتاع الشيكات، ولكن السؤال المطروح برشا أي. انا ممكن نشاطرك في حاجه، يقول لك في الاخر انت نويتو في الحبس، انا زاد ما خلصتش في فلوسي، انا توا نحب منه فلوس، نحب مبلغ منه كبير، ما خلصش، معناتها قعد هو في الحبس سامحني، معناتها ياكل ويشرب راه عند الدوله ياكل ويشرب على حساب الدوله، الدوله تصرف عليه يوميا في قيمه 36 دينار باهي تقريبا توا انت تقريبا هذا مبلغ تقريبي فهمت؟ الطفل معناها اللي فما عائلات كل جمعه يزوروا فيهم يجيبوا لهم في الاقفاص يقصوا لهم في كيات كل شيء جوكو انت سامحني توا هو في الحبس انت كيفاش كيفاش باش تخلص؟ مثلا نعطيك مثلا بابا عنده مشكله مع الفيروس اللي كان معاها فهمت؟ بدون ذكر الاسم اي من غير ما نسميوها اي فوالا عنده مشكله مع الفيروس اللي كان يخدم معاها توا هو سي دي جي جديد اللي حطوه فهمت؟ شو فايدتك انت كسيفلين في الحبس؟ شو فايدتك كيفاش باش تخلص؟ كيفاش باش تخلص الفلوس؟ ما هو خرجوه يخدم معناها ما غير سالير ويحاول انه يشوف كيفاش معناها باش يخلص، اما مش عاقبه عقوبه جسديه، شوفها عقوبه جسديه وبلوتو نفسيه اكثر فهمت؟ انسان كان معناها دون ان بوزيسيون سوسيال باهي على الاخر تبدا يكون يلقى روحها في الحبس معناها دون دي كونديسيون ميزيرابل، عباد مكدسة على بعضها، عباد من دون مش لاقية ما تاكل، عباد مش لاقية ما تصرف، سامحني شو فايدتك؟ كيفاش باش تستفيد؟ باش تقول اه هي سي بون خليها في الحبس، سي بون خليها في الحبس. هي انت اعطيك ترجع فلوسك، ما يصيرش اللي عنده حاجة باش تتعقل تعقلها له الدولة، تهزها له الدولة، اللي عنده حاجة باش ما نعرفش أنا واحدة من الناس بابا لو كان جاي برا أو شاف كيف سلك صفورة أو شاف كيف سلك أموره فهمت؟ شوف هو معاك راني شاطرك، فما حاجه خلينا نقولها لك، ممكن احنا قاعدين نشوفوا من الجانب نتاعك انت يا خديجه، راني فاهمك بالكدا وعاذرك ونعرف معناتها بنيه بوها موقوف وحاس عليه برشا، اما ديما برشا من الناس يقول لك شنو هي الخدمه سامحني كي باش نسيبه باش يخدمها باش ينجم يخلص مبلغ كبير، بون مش الناس كل مجهود على 500 مليون فما شكون مجهود حتى على 100 مليون حتى مبلغ فما عباد مجدودة فما معناها كونديسيون سيتياسيون في الحبس معناها موجودة مرأة مسكينة كل معناها كل أربعة تجي في الغرفة خلينا نصير رجلها موقوف على 8 ملايين 8 ملايين اللي هو مبلغ يدبر معناها مبلغ صغير احنا نقولوا ينجموا يتصرفوا فيه صحيح ولا معناها تنجم تتصرف فيه كيما مجدودة على 8 ملايين كيما مجدودة على 500 مليون راهو كيف زوج في لي ميم كونديسيون جوكو كان جاو لبرا معناها يتصرفوا مش انت حتى في الحبس معناها كيفاش باش يتصرف؟ عائلته كيفاش باش تتصرف؟ من بعد ما نعرفوش حتى شنو عنده وشنو ما عندوش. معناها انتوما سامحني خديجه كي تحبوا تنقحوا القانون هذايا تحبوا تبدلوه كيفاش معناتها يولي مهله تتعطى باش يتصرف اللي باش يبيع اش عنده يبيع واللي هكا ولا قداش مهله خاطر تبعتكم حتى في الجروب فيسبوك عاملين جروب كامل فيسبوك معناتها ضد عقوبه الشيكات وغيره قداش مهله ايوا اني واحده من الناس مطالب معناها باش نخرجوا نعملوا اعتصام باش نخرجوا نعملوا اضراب باش نخرجوا نعملوا اي حاجه غير باش يبدلوا القانون خاطر عائلات تحطمت فما عباد تحطمت بالحق مراش كان روحي رام العباد كلها برتي كمورة اغلبيه اللي حبت معناها راهم الشيكات راهي معناها ماهيش 2% كما تحكي للحكومه كما يحكي وزير الماليه وزير التجاره ماهيش 2% راك تجي تشوف كان تعمل احصائيات معناها في السجون هي اكثر من 2% راهي حتى صدقني تفوت 50% العباد في الحبس راهي علاش؟ على خاطر الشيكات معضله كبيره برشا معضله كبيره برشا و عائلات تتحطم في الصغار شربت
عباد حاشاك مات شكون مات لهم في الفلتانين ما يحضروش، عباد يعرسوا ما يحضروا لهمش معناتها الفلتانين تاعهم في باغون معناتها كمان فهمت. وفهم عباد هربت نوعا ما كهروب من الواقع الموجود في البلاد ولون، وراهو تجم تهرب من الدنيا ما في الآخرة تقعد إنسان يخلص ديما بكل حالات. أنا الحاجة اللي حاب أقول لكم نتعاطفوا معك برشا، إن شاء الله ربي يخفف عليه، إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تلقاو إن شاء الله يا ربي تلقاو. خلينا خليت لك قولي قولي إيش حبيت تقول خديجة. نعم نداء للحكومة بالحق في أقرب وقت يصير تنقيش فيه الفصل 411 فهمت ولا نشوفوا كيفاش معناتها نشوفوا حل بالنسبة للمتضرر وبالنسبة للمستفيد، حل يرضي الطرفين معناه بالحق. خرجوا العباد من الحبوسات، رأي العباد تحطمت إفكتيفمون، حل يرضي الطرفين، خطر الطرف لاخر تو كي يسمعنا يقول لك وين زاد كيف اللي باهم برشا من الناس يقول لك انت عطيت ولا بعت ولا عطيت سيرفيس بشيك مؤجل تتحمل مسؤوليتك، لكن يقول لك كان ما عنديش ذنب. هذيك هي تعاملات السوق اليوم، الناس كل تمشي بالطريقه هذه، كل الشيكات مؤجله ما تقبلهاش ما تمشي تخدم. معناتها دوسيه كبيره برشا راه موجود قاعد في الاقتصاد براتيكمون، في برشا يخدموا بالشيكات المؤجله اللي تتعطى بالدات وغيرها من الامور هذيك. وان شاء الله يا ربي يلقاو حل يرضي الطرفين سواء كان صاحب الشيك ولا المضرر. شكرا كبير لك يا خديجه، ربي يخفف على الوالد ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه. ميرسي شكرا. به برشا الحقيقه راه اصوات برشا تحكي وتقول انه لازم يتنقح ال